صوفيا تعالي. في حد تاني؟ لا يا دكتور، بس في واحدة ست قاعدة من بدري برا. يعني عايزة تكشف؟ لا يا دكتور، دي معهاش أطفال خالص، وجت من يجي ساعتين وقعدت شوية وبعدين خرجت ورجعت معاها لعب وحلويات قد كده، وفرقتها على كل الأطفال اللي كانوا موجودين مع أمهاتهم عشان يكشفوا. لعب وحلويات وزعتها على الأطفال؟ غريبة أوي، مين الست دي؟ معرفش يا دكتور، هي قالت لي انها مش مستعجله وهتستنى حضرتك لحد ما تخلص كل الكشوفات دي، حتى ما رضيتش تقول لي على اسمها. اشوف. وصل. اللي انا مش قادر افهمه، انا ما قلتلكيش على اسم المستشفى اللي انا شغال فيها، انت عرفت ازاي؟ انا لما عاوز اعرف حاجه بعرفها. طب مش كنت قلتلي انك جايه؟ لا كده المفاجاه تبقى احلى. بس انت عارف يا رياض، انا مفاجاتي الحقيقيه الامهات، ما عندكش فكره كانوا قاعدين واثقين انه انت ان شاء الله هتبقى سبب في ان ولادهم يخس. تقومي يا وصلت اقعدي استني في العياده اكتر من ساعتين. انت لو بتحب حد هتستنى له عمره كله. انا عارفه ان انت مستغرب، بس انا متعودتش اخبي مشاعري ولا اعتبرها عيب، الا لو انت بقى يعني من صاحب الاراء الرجعيه. لا بالعكس، انا معجب جدا بشخصيتك وبارائك وبجرأتك. هو انت بتعتبر الكلام اللي انا قلته جرأه؟ لا لا، مش قصدي يا وصال، انا قصدي صدق في مشاعرك واندفاعك في عواطفك. ما عندكيش فكرة، انتي اختصرت عليها طريق طويل، انا ما كنتش عارف ابتدي معاك منين. انا اللي ابتديت، كمل انت. بصراحة انتي بقيتي اغلى حاجة في حياتي، يعني ما بقيتش اقدر استغنى عنك. كلام زي ده المفروض تقوله وانت سعيد، امال انا ليه حاسة انك حزين؟ تفتكري اوصل لاخر قصة حبنا دي ايه؟ السؤال ده المفروض انت اللي تجاوب عليه مش انا. بصراحة يا وصال، انا مش هقدر اتجوزك. ما احنا مش هنتجوز بكره. انا عارف ان احنا مش هنتجوز بكره، بس لازم اكون امين وواضح معاكي. انا ظروفي المادية ما تسمحليش لا بالارتباط ولا الجواز ولا حتى تأسيس بيت. أنا ممكن أطلب منك طلب وتوعدني إنك تنفذه؟ أوعدك. بلاش نتكلم في الماديات دلوقتي، أهم حاجة بس إن إحنا نتأكد من مشاعرنا. الترتيبات دي هتيجي بعد كده، أحلى حاجة إن إحنا مع بعض دلوقتي. طيب، ممكن بقى تقومي توصليني لحد المطعم لأن أنا اتأخرت على الشغل. النهاردة أجازة. إيه؟ أجازة إزاي؟ أجازة من كل حاجة إلا مني أنا. ممكن بقى نطلب العشاء؟ ايوه، بس على شرط انا اللي هحاسب. وانا موافقه. على فكره وصلى، انا عايز اقول لك قد كده، انت انسانه عظيمه ونبيله. انت لا تتخيلي النهارده الاطفال كانوا سعداء ازاي وهم داخلين يكشفوا وكل واحد معاه الهدايا اللي انت جبتيها. ما تصورش انا بحب الاطفال قد ايه، خصوصا بقى لما تبقى انت كمان الدكتور بتاعهم.